كالغيث كن أملا وجد من دون مقياس. أنباء عن وفاة جواهر الكويتية ووكيلتها القانونية تنشر فيديو من المستشفى توضح فيه كل ما حصل. سامحونا ما نقدر نرد على الاتصالات ولا تقدر ترد على المسجات. بعد أخبار إيقاف العلاج عنها انتشرت أنباء عن وفاة جواهر الكويتية، لكنها أنباء غير صحيحة لغاية الآن. المعلوم أن الأطباء أوقفوا الدواء عنها لأن العلاج لم يعد ينفعها، فلا علاج السرطان ينفع ولا علاج النزيف ينفع، لذلك قرر أطباء لندن إعادتها إلى الكويت. السلام، يعطيكم العافية جميعا. حبيت أطمنكم، الحمد لله الفنانة جواهر ردت ديرتها، ردت الكويت بالسلامة وهي الحين بالملاحظة بالمستشفى. سامحونا ما نقدر نرد على الاتصالات ولا تقدر ترد على المسجات، فدعوا لها، دعواتكم لها، الله يخفف عليها يا رب، ونبي بس منكم، نطلب منكم الدعاء. جواكم. أنا سويت عملية، أريد أقول لكم مو العملية اللي كتبوا بعض الأكاونتات، قال لا، هذه خامس عملية محاولة أن يوقفون النزيف اللي بالمعدة عندي. طبعا اللي ما يدري، اسم الله عليكم، انا كانسر ستومك اللي هو سرطان معدة وانتقل للكبد، والحمد لله اللهم الاعتراض كله باجره باذن الله. وهذا انا ناطره التحاليل الحين تخلص، يشوفون هل النزيف وقف ولا ما وقف.